اتفضلي يا لالا. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. احسن؟ احسن، مفيش حاجه. طب الحمد لله. للاسف خبيث. يبقى عندي السرطان. يعني خلاص الحمد لله. الحمد لله مفيش مشكلة. احنا اصحاب ولبس سليم من زمان. ما عنديش مشكلة. انا كويس الحمد لله. حجمه صغير يا ليلى، بس احنا لازم نعمل عملية نستأصل الورم ونحلله عشان نقدر نحط الهرمون البرسبكتيف اللي هنحط عليه العلاج بعد كده، سواء كيموثيرابي او راديوثيرابي او الاثنين مع بعض. بس اهم حاجة في حالتك دلوقتي انه الحمد لله ما وصلتش الغدة الليمفاوية. الحمد لله. ليلى السرطان دلوقتي بقى زي اي مرض عادي، لو اتعالج صح وفي الوقت المناسب نسبة الشفاء منه عالية جدا. الكلام ده يا دكتور وانا عارفه. مش عايزاكي تبقي متشائمه وخايفه كده. مش متشائمه خالص. انا راضيه بكل حاجه ربنا يكتبها لي. انا مش خايفه من السرطان، مش خايفه. انا خايفه على ابويا وامي. ازاي هيستحملوا ده؟ ازاي بابا ممكن يستحمل الألم ده تاني بعد بابا الله يرحمه؟ مي هم دول اللي انا خايفة عليهم. ازاي هيستحملوا كل ده؟ مش هيقدروا وانا كمان مش هقدر. هم مش لازم يعرفوا حاجة صح. انا مش هقول لهم حاجة. مش لازم يعرفوا. ليلى انا بعتبر نفسي صاحبتك مش بس دكتورتك. عايزاكي تتماسكي، عايزاكي تبقي قويه. فين صبرك وفين صلابتك وفين حبك للحياه؟ لازم تهزمي المرض. لازم تقولي انا اللي ههزمه مش هو اللي هيهزمني. هي دي ليلى اللي انا اعرفها. حالتك النفسيه مهمه جدا عشان شفائك يا ليلى. لازم نعمل العمليه. هتاخد ساعتين زمن مش اكتر من كده وهترجعي البيت زي الفل، بس لازم تكون قبل اسبوع. أيوة. صدقني مش بمزاجنا يا باشمهندس. والله قلنا لهم اصبروا لحد الصبح بس ما حد سمعنا. ذنبك يا محمد. كتر خيرك انك كلمتني. كسروا كل حاجه يا علي. كسروا كل حاجه يا ولاد الكلب. 60 كلب. مش عارف اقول لك ايه. خليني بس نجيب عربيه تنقل بقيه الحاجه. حاجه ايه؟ ما خلاص كله راح. شغل السنين كله راح. اهدى بس عشان اعرف نفكر. اهدى. نفكر؟ وديني. وديني ادجش ام المعرض على دماغهم ولاد الكلب دول. نادر بلاش جنان. نادر اهدى. اوعى يا علي. نادر بلاش جنان. رايح فين؟ تعالى ساعدني نلم الحاجات دي عشان هبعت العربيه. روح الحقه لا يعمل حاجه. يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني؟ ايه يا عم الرايق؟
اوبا يا ابن اللذينه وحشني. والله انت وحشنا اكتر يا فهد. عامل ايه يا صاحبي؟ انا تمام. عاش من شافك كده. اكلمك ولا ترد؟ منفض لي خالص يا عم. ولا منفض لك ولا حاجه. انت عارف الظروف واللي انا كنت فيه. وسامحني بقى لو كنت قفشت عليك المره اللي فاتت ودوست على الاخر. متزعلش. عيب يوه، انت اخويا ما تقولش كده. بعدين يعني بصراحه انت عندك حق في كل كلمه قلتها لي. فكك فكك، انت كويس؟ الحمد لله انا كويس. انت عامل ايه؟ انا فل. قشطه. اه صحيح، ما حكيتليش عملت ايه في موضوع الورشه. ايه ده، انت ما عرفتش؟ لا انا ما عرفتش. قبلت يا مان. اوه، طلعت الباسبور وهسافر خلاص. مبروك يا كبير. الله يبارك فيك. قشطه جدا. وبعدين قلت للبت هدير ولا لسه ما قلتلهاش؟ قلت لها وبلويا كمان، وهتسافر معايا وطلعت الباسبور. حلو قوي، هتسافروا انتوا الاثنين. تروحوا ترجعوا بالسلامه يا ريس. ان شاء الله. بس كان نفسي تبقى معايا. ينفع؟ معلش بقى يا صاحبي، تتعود المرة الجاية. المهم انتوا بس تروحوا ترجعوا لنا بالسلامة، والمرة الجاية نسافر بالبند كله ان شاء الله. انا خلاص هنخلص امتحانات، واول ما نخلص هنطير. حلو قوي ده. طيب، بمناسبة بقى ان انا هسافر وكده، تحب تشرب ايه يا روحي؟ انت بتتكلم بجد؟ احلم. هتعزمني؟ احلم. يعني اكلم جيمي؟ ايه ده؟ ده هدير وزوندوز. اوه، اهلا اهلا. مبروك يا فنانه. الله يبارك فيك يا سيدي. بقى تعرف ان هو عمل فيا المقلب ده وما تقوليش؟ ماشي. ازيك، اخبارك، عامله ايه؟ والله يا ست انا ما اعرف اي حاجه. وبعدين يعني هو اللي قدم وهو اللي بعت وعمل كل حاجه. انا كل اللي عملته ان انا عملت السي دي واديته. مبروك على ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. مفيش. قدمت على منحه ليا والهدير ووافق وهنسافر. وانت كنت عارفه؟ وما قلتليش؟ ليش ليك؟ يا عليا زندوزة. كلمت سما؟ لا يا ست، ما كلمت سما. وبعدين يعني بقى ما اختارت بقى، وكل واحد بقى خد نصيبه. ما تظلمهاش يا ماجد، كلمها. انت ما تعرفش اهلها ضغطوا عليها قد ايه عشان يحصل كده. يعني كنت عايزاني اعمل ايه يا هدير؟ كلمها يا ماجد عشان خاطري، عشان خاطري انا. كل يوم بتكلمني تسالني هو ماجد بياكل ولا لا، هو كويس ولا لا. حرام. بص بقى، هدير عندها حق. ممكن تكلمها عشان خاطرنا بعد اذنك يا عم؟ بحق الصحوبيه في ايه يا عم؟ دي 10 سنين. حاضر يا فهد، حاضر، هكلمها. ولا يا سندس، المهم انتوا بس ركزوا في السفر وتروحوا وترجعوا لنا بالسلامه. حاضر. افتكرونا بس وانت هناك باي حاجه. وبعدين ايه، مش هتعزمنا على حاجه ولا ايه يا عم؟ اه صحيح. وما فيش بقى شاي والكلام الفاضي، وويسكي بقى، بيره، اي حاجه. اوه، طب ما عايزين نسخن القعده. طب ناكل كباب وكفته. اه خلاص خلاص، روحها روحها والنبي عشان خاطر. عايزين اتخن. اشرب بيبسي. يا جيمي اشربي ايه؟ رايح فين يا استاذ؟ اوعى من وش الترخة، مش ناقصك. مش قلت لك رايح فين؟ بقول لك اوعى. حسام بيه، يا حسام بيه، اللي عملته ده مش هيعدي بالسهل. يا ابني قلت لك امشي من هنا احسن لك، بدل ما بيت ايدي عليك. اوعى، التماثيل انت خسرتها دي هتدفع ثمنها، انت فاهم؟ مش قلت لك امشي من هنا احسن لك؟ بقول لك اوعى ايدك. اسمع كلامك. مدفوق بقى. علشان تتعلم ازاي تكلم سيادك. يا نادر، يا وريني الكلب. قلت لك بجد. قولي لي وريك يا وريني الكلب. يلا يلا، احنا مش قد الناس دي يا نادر. يلا. لا اتفضل اتفضل. ازيك يا فتحي؟ الحمد لله خير. في حاجه؟ لا، هو احنا هنقف هنا عند الباب نتكلم؟ لا لا لا، اتفضل اتفضل اتفضل. طبعا اتفضل اتفضل. انا اسف لو جيت لك في وقت مش مناسب يعني. انا قصدي يعني اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. اصل الصراحه كنت قاعد زهقان في البيت يعني،
طلعت على البلكونه لقيت النور عندك منور وقلت اجي اقعد معاك شويه. هذا تشرف تشرف. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك, أهلا بيك. بس حلو بيتك يا فتحي. انت بتاكل نفسك؟ في حاجه؟ لا لا ما فيش اي حاجه, ده انا باكل نفسي برضو, بس يعني اندبندنت مان يعني. ايه اندبندنت مان يعني راجل بتعتمد على نفسك يعني. بعرف اكيد يعني بتاكل نفسك وتطبخ لنفسك اكيد بتنظف لنفسك. يعني بصراحه لوطه اللي هي ست هتتجوزها يا فتحي. تشرب شاي قبل ما تمشي؟ يا ريت. اتفضل. ايه ده شاي؟ هو انت محضر كاستين كده كوبايتين على طول؟ اصل انا دايما كده بعمل اتنين شاي يعني لا حد يجي على غفله ولا حاجه تبقى مشكله يعني. خطوه احترازيه. خطوه احترازيه. احترازيه يعني جاست ان كيس. احترازيه يعني جاست ان كيس. جاست ان كيس. طب حلو قوي. طب حلو جميل. انا عاوز اخد نصيحتك في حاجه. هي حاجه مش ليا, هي لواحد صاحبي. اوكي. بص ليه واحد صاحب صاحبه يعني بحب جارته. صاحبك بيحب. اوكي. وصاحبي ده يعني ابتدى يحس بحاجات كده تجاه البنت دي, ما اعرفش ازاي ولا من امتى ولا حصل ازاي. هو كان وعد صاحبه ان لو يعني لو في حاجه حصلت او لو حس بحاجه وهيحكي له. فتفتكر يا فتحي صاحبي ده يعني يحكي لصاحبه ولا يستنى لغايه يعني ما يتاكد من مشاعر البنت دي؟ صاحبك بيحب صاحبته البنت جارته. بص بقى انا رايي انه يستنى شويه وخلاص. يستنى شويه. اكيد. فيري جود جود مان جود مان. احسن برضه. احسن. انا برضو عندي كده موضوع يعني ممكن اقول ممكن. طبعا انا ليا واحد صاحبي اسمه فتحي. ما تستغربش, هو اصل احنا واحنا صغيرين في المدرسه هنا عندنا في المدارس في مصر يعني بكل اللي اسمهم فتحي بيتحطوا في حته واحده. هنا فتحي هنا احمد سمير كده متقسمه كده يعني. ففتحي بقى صاحبي بيحب جارته. بس جارته قالت له لا بص انا هخليك تحب واحده تانية اموره, وهو برضه شايفها لاموره. يا اموره. طب جميل 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 جميل. حلو ده جدا. بس هو بس يعني هو برضه لسه بيحب جارته يعني. فيعني معلش سؤالي بقى, هل يفضل يحب جارته ولا يتنيل على عينه ويتجوز البنت اللي هي ترشحت له من جارته وخلاص بقى؟ انا برايي ماشي انه يعني يروح للبنت الحلوه الاموره صاحبه جارته. يعني مش بيقول لك يعني عصفور في اليد وحاجات كده؟ صح. انا هقول له اعمل كده. لازم اقول له امشي بقى عشان عايز انام. ماشي حاضر. بس احنا تمام صح؟ احنا تمام بقى. لو جيت امك تمام والشاي الشاي بتاعك. لا تمام ممكن اخده معايا. اخده معاك. اتفضل. ممكن ارجع لك كوبايه حضرتك. انا متشكر جدا على السهره دي يا فتحي. اتفضل. وبصراحه يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انت حاسه بايه دلوقتي؟ حاسه اني غضبانه, حاسه اني مقهوره.
ضلمة. حاسة إني بتكتفة. اللي بيحصل فينا كل ده ليه؟ ليه غادة تفضل مستنية البيبي وأول ما تبقى حامل تموت؟ ليه أنا يجيلي الورم دلوقتي؟ ليه؟ إشمعنى دلوقتي؟ مش عارف متلخبطة قوي متلخبطة. غضبك ده طبيعي بس لازم تبص لنص الكوبايه المليان. في ناس كتيرة قوي حظهم أوحش من حظك وأمهات بيفقدوا أولادهم كلهم في ساعة واحدة، وفي ناس كتيرة كمان ما عندهمش رفاهية ان هم يشوفوا دكتور، لكن تبصي في وشهم تلاقيه مليان امل وحياة عشان دايما شايفين النص اللي مليان. عارفة بس اعمل ايه في احساس الغضب اللي جوايا ده؟ اعمل ايه؟ حاولي الحب يا ليلى، احبي كل يوم كل لحظة. الفراق صعب بس بيخلينا نقدر الغايب ونحب اكتر اللي موجود. ازاي؟ ازاي وانا مستني الموت في اي لحظه؟ كلنا ممكن نموت في اي يوم وفي اي لحظه، بس بالعكس خلي الاحساس ده يخليكي ايجابيه اكتر، لان كل يوم وليه قيمته وكل الناس اللي حواليكي يستاهلوا حبك وعطائك. وأدهم أدهم يا رب نديه المشاعر دي كلها والإحساس ده ومعرفش أعمل بيه حاجة. ليه؟ بالعكس عيش الإحساس ده سواء كان ملخبط صعب حلو وحش، لازم تعيش التجربة. أنا خايفة خايفة. برضو ده رد فعل طبيعي، الخوف، الخوف من المواجهة والمجهول. أعمل إيه؟ واجهي خوفك بس لما تكوني جاهزة. مش جاهزة، مش جاهزة خالص، مش جاهزة. خدي وقتك بس لازم توجهي. ايوه ازيك يا أدهم؟ الحمد لله. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اه طبعا اتفضلي. بيتك مريحه قوي.
معلش هو مكركب شويه، انت عارفه بقى بيت راجل عايش لوحده. بالعكس. انت عارفه انا قررت اروح على بيروت. هايل. انا افتكرت واحد صاحبي صحفي لبناني عايش هناك، كلمته واديته الاسم ووعدني ان خلال يومين ثلاثه ان شاء الله هيكون وصل للعنوان. كويس قوي. انا مبسوطه ان كل يوم بيعدي بحس انك بتقرب انك هتشوف مامتك. بس ليلى قبل ما تقولي اي حاجه تانية، المره دي لازم تسافري معايا. انا زي ما قلت لك انا متفائل بيكي جدا، وحتى السفريه اللي سافرتها لوحدي اسكندريه كنت حاسس نفسي اني وحيد وما كنتش عارف اعمل اي حاجه. تعالي معايا. مش هينفع يا دهب. تهيألي أنا مش عايزاك تتعلق بيا أكتر من كده. بس أنا فعلا تعلقت بيكي وأظن واضح عليا. واضح. عشان كده خايفة. أنا بتهيألي مشاعري موجودة دي لأني شبه مامتك، وبجد ما ينفعش نتعلق ببعض أكتر من كده. ليلى لما الإنسان بيحس بحاجة اتجاه إنسان تاني دي بتبقى مشاعر، والمشاعر صعب جدا إن الواحد يتحكم بيها. ليلى أنا عارف إنك حزينة وإني موضوع غدا ده لسه مأثر عليكي، وعشان كده أنا حاسس إنك محتاجة تغيري عشان خاطري. تعالي معايا. مش هينفع. وبجد إحنا مش المفروض نقرب من بعض أكتر من كده. أنت بكرة هتشوف مامتك وأكيد لما هتشوفها شعورك ناحيتي ده هيتغير خالص. أرجوك يا أدهم مش لازم نقرب أكتر من كده. بس عينيك بتقول غير كده. أنا لازم أمشي.
انت كنت عاوزه تقولي لي حاجه؟ مش مهم. طيب ارجوكي فكري في موضوع بيروت. تصبح على خير يا ادهم. Thank you.
الو الو، ازيك يا ادهم؟ ازيك يا حاج؟ ازيك يا ابني، عامل ايه؟ وحشنا. وانتوا كمان والله. انا عندي ليك اخبار حلوه قوي 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 يا ادهم. خير يا حاج؟ في واحد كلم اختك ديما في التليفون وقال لها على الاعلان اللي انت نزلته في الجورنال. لا ده مش كده وبس، ده اختك والست والدتك جم عندنا هنا العزبه وموجودين معانا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ اختي ووالدتي عندكم في العزبه؟ انت بتكلم بجد؟ طب انا لا 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 لا، ده انا جاي لك دلوقتي النهارده، جاي لك النهارده ده اكيد. يلا احنا مستنيينكم. والحاجه ونيسه عامله ايه؟ الحاجه ونيسه كويسه اهي، هتنط في التليفون. خد معاك اهي. لا الو، اهلا يا حبيبي. ازيك يا حاجه؟ ازيك، عامل ايه يا نعيني؟ الحمد لله بخير والله، طول ما انت بخير. شفت شفت، ربنا يجمعك اهو مع بعض. الحمد لله. يلا بقى شد الرحال وتعالى على طول، وهات ليلى معاك. ماشي اكيد اكيد، خلي ليلى تشوف ليلى. طيب ماشي ماشي يا حاجه، يلا سلام سلام. امي. بقول لك ايه، انت كنت رحتي له كان اسهل. يا راجل هو انت غرمان حاجه؟ خلاص قفل. ايه دقيق ببلاش. صباح الفل يا لولا. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. كده برضو سيبني انام لغايه دلوقتي يا بنتي؟ انت امبارح رجعت في وقت متاخر، قلت اسيبك تنام شويه. ربنا يخليك يا حبيبي، اعمل لك تفطر؟ ياهو ما فطرت من زمان، وبقرا الجورنان عشان اهضم كمان. طيب وخدت الادويه؟ طبعا خدت الادويه وبشرب شاي مش قهوه. برافو شاطر، وشاي اخضر كمان. طبعا. مش عايز حاجة يا أبو علي؟ لا يا حبيبتي، سلامة أنت بقى. بالك من نفسك. مش عايزة أي حاجة؟ الله يخليك يا بنتي، لا. مع السلامة أنت بقى. صباح الخير. صباح النور، اتفضل. ازيك يا ليلى؟ ازيك أنت عامل إيه؟ ازيك يا أبو علي؟ أهلاً يا أدهم. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنا عندي ليكوا مفاجأة جامدة جدا. إيه خير؟ خير؟ ها؟ خير؟ مامتي وأختي. مش في بيروت، جم هنا على مصر. بجد؟ وموجودين في العزبه ورايح اشوفهم بكره الصبح. مامتك واختك موجودين في العزبه يا ادهم؟ الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك، انا مبسوطه قوي قوي. الحمد لله، اخيرا هتشوفهم. ايوه ايوه في العزبه. انا مبسوطه قوي بجد، وارجوك بسلم لي عليهم، ولازم نشوفهم. لازم تجيبوا هنا ونشوفوا. اكيد اكيد اكيد. عن اذنكم. اتفضلي. الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا تعالى هات. تعالى يلا اقعد بقى. كويس اني لقيتك يا عم حسن. عاوز اكلمك كده في موضوع مهم جدا. ايه يا ابني؟ ايه ايه في ايه؟ مالك عامل كده؟ لا لا تمام، الدنيا حر بس شويه. هو أنا بصراحة عملت حاجة امبارح حاسس إنها غلط، وحاسس إني عكيت الدنيا. في يا ابني؟ أنا مش فاهم حاجة، اتكلم اتكلم. أنا سامح. حاضر حاضر حاضر. هو طبعا لغاية امبارح أنا كنت فاهم إني أمي في بيروت. أي فقابلت الأنسة ليلى امبارح، وبصراحة يعني أنا كنت طلبت منها انها تسافر معايا بيروت. بتقول ايه؟ انا ازاي يا فندي يا محترم انت تطلب من ليلى طلب وحاجه زي دي وتتجاهلني ولا كاني موجود؟ انا اللي بعتبرك زي ابني وفتحت لك بيتي، تقوم تطعني في ظهري بالشكل ده؟ اخس اخس عليك اخس. هو انا عشان كده جاي اتاسف يا ابو علي، انا ما كانش قصدي يعني اطعنك، وعامه خلاص يعني اعمل كاني ما قلتش اي حاجه خلاص. بالبساطه كده تتخلى عن حاجه انت عاوزها؟ يا خايب
يا انا بهزر معك طبعا. يا ابو علي يا ابو علي، وقعت لي قلبي كده. والله العظيم انا امبارح ما عرفتش انام ولا دقيقه، حاسس بالذنب كده، وحاسس اني كنت المفروض يعني اجي اتكلم معاك انت الاول. وانت كمان يا ابني، انا من اول يوم شفتك فيه حسيت انك ابني اللي بعتهولي ربنا عشان انا ما خلفتش ولاد. بجد يا ابو علي؟ طبعا. وانت فاكر الشعر الابيض ده ايه؟ باروكه. والله بص يا ابو علي، طالما الموضوع كده يبقى انا عاوزك، طالما يعني هي مامتي بقت هنا في مصر في الزقازيق، ايوه، انك تقنعها انها تيجي تسافر معايا. هو مش المهم انا يا ابني، المهم ليلى هي قالت لك ايه بالظبط. هي بصراحه انا امبارح طبعا كنت بكلمها عن بيروت. ايوه. قالت لي يعني لا، واني بصفتي ايه اسافر معاك وكده. والله برافو يا ليلى، برافو يا بنت، حقيقي. كانت هتسافر معاك بيروت بصفة ايه؟ ما هو ده الموضوع اللي انا جاي اكلم حضرتك فيه بقى. اتفضل. بص بص يا حاج، انا ايوه انا باصص اهو. قول. بص، هو بصراحة يعني حصل حاجات كده. انا يا ابني اتكلم، قول ايه اللي في قلبك وفي صدرك، افصح. حاضر حاضر، هافصح. طيب من غير اصلا يعني، وبصراحه يا جدع اتكلم دغري على طول. حاضر. بص يا ابو علي. ايوه. بص يا عم حسن. ايوه. هتكلم بصراحه. انا بحب ليلى. يا أخيرا. طب ما أنا عارف. أنت فاكر إن أنا مش واخد بالي من أول الحكاية ما بدأت؟ بجد؟ طبعا بجد، أمال هزار. طب الحمد لله. أنا أنت فعلا بتتكلم بجد؟ أيوه. طيب كويس، طالما كده أنت يعني، طب انا ممكن ادي لك بوسه؟ والله العظيم بموت فيك. طب قول لي قول لي قول لي قول لي، طب انا يعني انصحني، انا اعمل ايه؟ اقول لها ازاي؟ تقول لها ايه يا ابني؟ والله اصل ده طلب، يعني انت فاجئتني دلوقتي، مش عارف. طب اسمع، اديني فرصة شهرين أفكر وأقول لك تعمل ايه. استنى بس، شهرين ايه؟ شهرين ايه؟ ده أنا مسافر كمان أسبوع، مش هينفع شهرين. وبعدين أنا جاي بفضفض لك وبقول لك الكلام ده وأنا محروق من جوه وأنا مش عارف فعلا أعمل ايه. شهرين؟ يا نهار أسود. يبقى خلاص يا ابني، قوم فز ودور عليها، شوفها فين وقول لها. مش شهرين؟ لا مش شهرين، بهزر بهزر. يا أبو علي يا أبو علي، طب يعني أنت تنصحني إني أقول لها؟ طبعا. بجد؟ ايوه دلوقتي حالا. طيب طب انا ماشي، انا هستأذن، انا عاوز. والله العظيم بموت فيك. طب انا هروح، انا خلاص بقى، بس انا هطلب منك خدمه عشان خاطري، عشان خاطري بس. ماشي. ساعدني، خلينا بس نقنعها انها تسافر معايا. طيب بس تروح شوف رايها قبل ايه في حكايه الحب دي. ماشي ماشي. السلام عليكم. يا رب يا رب تكون ليلى بتحبك قد ما انت بتحبها.